نصل الآن إلى نتائج هذه الأصوات. أذكر كذلك بالعدد، أصوات معبر عن هكذا قلت 10,220,229 يترتب عن ذلك السيد عبد العزيز بوتفليقة تحصل على 8,332,598 أي ما يمثل 81.53%. ثانيا السيد علي بن فتيس تحصل على 1,244,918 صوت، ما يساوي 12.18%. ثالثا السيد عبد العزيز بن عيد تحصل على 343,624 ما يساوي بالنسبة 3.036. رابعا السيدة ميزة حنون تحصلت على 140,253 ما يساوي 1.37. خامسا السيد فوزي ربعي تحصل على 101,046 ما يساوي بالنسبة 0.99%. السيد موسى الدواتي تحصل على 57,590 ما يساوي بالنسبة 0.56%. سيداتي أسادتي، بعد الاستماع إلى هذه النتائج، كانت تلك هي النتائج الأولية التي أردت أن أودي بها خلال هذه المناسبة في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية. قلت في السابق أن هذه نتائج أولية